السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نضع بعض المؤثرات فيكت في الموفي، أو ممكن حتى نحطها في صورة جنبها صورة تلاقي تقريبا نفس المؤثرات. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له إن إحنا عايزين مثلا مؤثرات خاصة بال الريال سكايز. إيه الريال سكايز ديت؟ الريال سكايز دي معناها إن هو بيحط صور حقيقية. لما تيجي تدوس هنا دي صور تم تصويرها في كلاود، في ايفنينج، في حاجات مورنينج، وهكذا تبدأ تشوف اني سما اللي انت محتاج ان انت تحطها، ولكن مثلا حاجة بشكل دوت كل الشكل اتغير. بس كمان تقدر تغير الهيدنج وتلفها بالشكل دوت، البريتنس بالشكل دوت. طيب خلينا السما ثابتة، لا احنا عايزينها تتغير. فممكن اجي هنا واقول له ايه، تكتب القيمة اللي انت عايزها بالشكل دوت، فيليب سكاي تبدأ تعكسها بالشكل دوت، الأوفر أول بريتنس تخلي فيه أفتح أو تغمقها شوية بريتنس أو بالشكل دوت. وتقدر إن تنسخ السيتنج وتلزقها في مكان تاني. طيب خلينا نحط مؤثر آخر، وليكن مثلا أجي هنا في الصن وأقول له إن أنا عايز أضيف السن، وهروح اقول له ارجع هتلاقي السن والريال سكايز. هقول له بقى ضيف لي سان ستادي بالشكل دوت. خلي بالك لما دوست سان ستادي قال لي انها مش هينفع تتفاعل معايا. ليه مش هينفع تتفاعل معايا؟ لان اصلا في صورة حقيقية موجودة اللي هي الريال سكايز. تمام، لو قفلت دوت هتلاقي دي اتفاعلت معايا، ما ينفعش الاثنين يشتغلوا مع بعض. لو فعلت دي مش هتشتغل، فاقدر اوقف دي واشوف السان ستادي. طيب نخش سان ستادي الاول، بنلاقي هنا الساعه كام والدقيقه كام والدي والمانث واليرز. خلي بالك لما تغير اليرز هتلاقي الحاجه اتغيرت. اليوم الساعه كام، يعني اكيد لما خليها كده هتبقى بالليل. تمام، التايم زون بتاعك، الديلايت سيفنج، وهكذا النورث اوفست. كل ده بيأثر على الدراسة بتاعت الشمس بتاعتنا. ممكن مثلا نقول له احنا عايزين في اول المشهد بتاعنا هخليها مثلا بالنهار، واقول له هنا مثلا خليها بالليل. تمام، وهنا مثلا هقول له ايه، يبقى انا عندي كده ثلاث لقطات او ثلاث مستويات من الاضاءة، الصبح وبالليل. وهنا ممكن اغيرها شوية. طيب نقول له بقى ورينا المشهد. وهكذا. طيب الصن اللي احنا حطيناها هتلاقي ان انت تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعها، في الهيدنج بتاعتها بتاعت الشمس، في البريتنس. لو الشمس ظاهرة بيبدأ يجيب لك القرص بتاعها ويصغره. دي بعض المؤثرات. طيب خلينا نشوف مؤثر اخر، وليكن مثلا الريز. بنقدر نضيف الأشعة بالشكل دوت، وممكن نخليها تكمل أو تبدأ من أول يعني ممكن نخلي الأشعة هيت تقدر تتحكم في الرؤية بتاعت الأشعة بتاعت الشمس. بس هنا وصل للآخر، هنا بدأت أخليها إيه، توصل لنص المسافة زي ما أنت حابب.